بيقول رايك زميلنا مبارك الكويك بيسأل الناس هل تفضل الأماكن الهادئة ولا المزدحمة؟ خلونا نسمع أبرز الإجابات ونرجع لكم. حياكم الله مجددا من جديد في فقط قول رايك. سألنا اليوم في قول رايك يقول هل أنتم الأشخاص اللي تفضل الأماكن المزدحمة أو الأماكن الهادئة؟ خلونا نشوف اليوم أبرز الإجابات. ليش؟ تجمع العالم تسهر الله تتأمل في الناس ولا تقعد تفكر ولا لا صدق أروح مع الجروب الحين جالسين كل واحد في حال على قلت أنت الحين اثنين الله بعدين أحد زيادة لا وقف ناقصنا كم اثنين والله الهادي نبغى السبب سيجمان مو محدو ما تبغى ازعاج ما ابغى ازعاج لا والله ابد طيب بالنسبه لك تحس متى الشخص يعني في اي عمر يوصل بعده يصير يحب الهدوء بعد الأربعين خلاص مزدحمه ليش حياه وتشوف العالم رايح جايه تشطح على الناس يعني يمكن تعرفهم ولا ما تعرفهم انت جاي من مكان هادي جاي من الشرقيه جاي من الشرقيه الله كيف زحمه الرياض مره اوفر الله الله وش قاعدين ندور ما لقيته اي والله موسم اي والله اكيد مزدحمه ايش هيك فيها حركه اكثر بتعطي حياه بتعطي هيك يعني بتحس حالك جنب لناس ما بتنداس وانا ما شاء الله اشوف الحركه موجوده معك تماما ما فينا نروح اتوقعت تقولين الهدوء ابدا ما بحب الهدوء نهائيا حتى بكره الاماكن اللي كثير هاديه تحبين الازعاج مو الإزعاج الإزعاج زحمة هلا في عنا مثل بيقولوا لنا بنقولوا عنا بسوريا قلت لك جنة بلا ناس ما بتنداس لا والله أحب الأماكن المزدحمة هذه يلا هلا ليش؟ جايك أنا من برا أحب الأماكن دي تغير جو إي جاي غير ما أي منطقة أنت؟ أنا من مهد الذهب ما شاء الله هدوء هناك إي هدوء سكنان ما في أحد أبعد مشوار تروح لمهد الذهب كم دقيقة؟ دقيقتين والرياض؟ الرياض لا يا ولد جيت الحين من الدخلة ودخلت لي ساعتين مزدحمة ليش؟ أفضل تشوف العالم بعدين الرياض تعتبر واجهة تشوف الأجانب تشوف العرب تشوف تتمشى تغير جو نعم اليوم في التحلية أي نعم وش باقي جدول في اليوم في مكان ثاني زحمة بتروح له باقي الدرعية والبوليفارد ممشى الغدير هذه كلها بتروح له أي نعم الله يسر أمورك يمكن سمعنا أبرز الإجابات من الشباب ولاحظت إنه في فرق معليش يمكن سمعنا أبرز الإجابات من الشباب وكانت تختلف بين الصغار في العمر وكانت تختلف كمان بين الكبار وحتى بالنساء أنت وش رأيك يا رؤى أنا أحب الاثنين أحب الأماكن الهادئة وأحب الأماكن الزحمة يعني هي تحت يعني حسب أنا إيش أبغى الآن يعني حسب مودك يس يمكن أنا لا أنا مرة أحب الهدوء مرة ما أحب الزحمة وأي مكان فيه زحمة فأنا ما أروح للنهائي كليا يعني أنا قبل لا أروح يا أفتح الخريطة حقت السناب عشان أتأكد أشوف فيه زحمة ولا ما في زحمة أو إذا أحد كان سابقني فأقول لهم ها بنات كيف الوضع في زحمة أوكي باي أنا تعبانة أبغى أنام يعتمد والله يا أودي أنا أحس أنه لا بالعكس يعني لو أنا مثلا رايحة محل بابليك مطعم معروف في شيء معين لو رحت ولقيته فاضي يعني بحس بملل الله يا رؤى الله يا أودي أحس أني أخذ راحتي أقعد أروق خاصة الحين لما نتكلم عن المطاعم صاروا يحطون ميوزك مزعج أنا أقدر أقول لهم بالله عليكم قفضوا الميوزك طب ليه رايحة؟ ليه رايحة عشان أغير جو طب اختاري اقعد في بيتك اذا بدي مقفله لا لما انا اغير جو ماني تدرين عند الفتره هذه والله العظيم فعليا صايره اقعد في الحوش طول الوقت وما اطلع يعني كل اللي حولي طفشانين مني انه خلاص نبي نطلع نروح مكان اخذاني مره كشتة اي احنا قاعدين في الكشتة فجاه الناس صار كثير حولنا لا شعوريا والله لملمت الكراسي مو معقول انا والعاملات اللي معي حطيتها في السيارة قلت لهم بنات باي اشوفكم بكره ان شاء الله ما حبيت ما أقدر مو بأجوائي أنا دائما أحب حتى في السفر دائما أحب أسافر أو أروح الأماكن اللي ما فيها إزعاج يعني أي شيء ترند في السفر المحلات المطاعم هذه أنا أبعد عنها كليا دائما أحب البرايفت الهدوء الخصوصية نوعا ما هذه أشياء أنا يعني تبسطني مرة لا والله أنا في السفر أروح أدور الزحمة ما شاء الله أيوة أحب أكون بس الزحمة أستمتع بالأجواء أكثر في أوقات أحب أني أكون في أماكن هادية بس أني أحب أجرب أشياء جديدة يعني على سبيل المثال في السفر اللي سافرتها في الصيف
رحت جزيرة الحمير، هي كده جزيرة معروفة الثيم حقها حمير، وهي في اليونان. الناس حسبوني رايحة ميكونوس مش عارف، قلت لهم لا أنا ماني رايحة ولا بلد ولا جزيرة فيها هذه الصجة، أنا رايحة أكتشف جزر جديدة في اليونان. فاستمتعت فيها. فأنا عش كده أقول لك أنا أحب كده وأحب كده، أحب الزحمة والحياة، وفي نفس الوقت ممكن أحيانا أحب الهدوء، بس إنه دائما برايفت أودي ما والله أحس مرة حلو في كل شيء. حتى يعني إذا لاحظتي حتى أولادي أيوه. أخذ لهم إجازة من المدارس وما تسفرهم في فترة الصيف، ما أسفرهم في فترة الصيف نهائي، أخذ لهم إجازة من المدارس وأسفرهم ورجعهم فترة الصيف كله يصير أكاديمي يدخلون. أنا أعشق أروح مهرجانات وكرنفالات. خليني أقول لك مناقشة صارت إيه، قولي لي. بقول لك مناقشة صارت بيني وبين عيالي أمس. طيب يلا. من عيالي عندهم مدارس، المدارس الباقية لا ما عندهم مدارس، عيال خالتي جايين عندنا في البيت فيبون يروحون مكان، قلت لهم ما ينفع الحين البوليفارد زحمة. قام قال لي ولدي يا ماما طب احنا اوكي احنا عايشين في الرياض، هذول جايين من برا، تبين تحبسينهم بعد معانا عشان الزحمه؟ قلت كيفكم روحوا، بس والله ما راح تلقون لا مكان توقفون ولا مكان تلعبون ولا اي شيء، تتعبون فعليا. وفعلا راحوا انبسطوا على الاجواء اللي موجوده، انبسطوا على القعدات، على هم عمرهم هذا يحبون يتحملوا يحبون الزحمه. فلما رجع لي قال لي ماما والله العظيم انه فاتك. قلت وش فاتني؟ قال فاتك دائما تودينا وهو فاضي، روحوا شوفوا هو زحمه يونس. فحسيت اني انا كذا رحمتهم، فهمتي انه فعليا كل عمر له دور وكل شخص له مود، يعني مو كلنا احنا زي بعض. احنا نفسنا يا اودي مره كذا ومره كذا، يعني ما تكون ثابته، يعني على حسب جسمك ايش يحتاج، عقلك نفسيتك ايش تحتاج، فبناء عليها. عموما يعني الميزه انه دائما ايش نقول من سنه الحياه ايش؟ الاختلاف والوفره كمان، يعني الواحد عنده مور ذان وان اوبشن يا اودي. صح تحكريني بس في شيء واحد بس هدوء. خلاص نطلع فاصل. فاصل يلا خلينا نطلع فاصل سريع من بعده نكمل.